في العام 1930 ميلادية فتح عينيه على قبة الإمام رضا في خراسان طفل من ذرية الحسين الأصغر ابن الإمام زين العابدين ومن أحفاد الفيلسوف الكبير صاحب كتاب القبسات الأمير محمد باقر الداماد المتوفى في منطقة ذي الكفل بالحلة والمدفون في النجف قبل 300 سنة من ولادة حفيده وبرعاية والده السيد محمد باقر السيستاني بدأ بتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في سن 5. في السنة ذاتها أمر شاه إيران رضا بهلوي بمنع النساء من ارتداء الحجاب في عموم البلاد وقال من الآن لن يضحك الغرب علينا وأخذ رجال الأمن ينزعون الحجاب عن النساء في الشوارع فضج العلماء والجماهير واعتصموا في مسجد جوهرشاد الملاصق لصحن الإمام رضا فأغلقت قوات الشاه أبواب الصحن وفتحت النار على المعتصمين مخلفة 1600 شهيد في مجزرة مروعة لم تشهد لها خراسان مثيلة. العقد الثاني في سن 11 وضع الفتى قدمه على سلم العلوم الحوزوية وارتقى في مدة وجيزة من مرحلة المقدمات إلى السطوح ثم البحث الخارج وفي مراحل شبابه الأولى حضر درس المعارف الإلهية لدى آية الله الشيخ مهدي الأصفهاني والبحث الخارج لدى الشيخ مهدي الآشتياني والميرزا هاشم القزويني وفي سن 18 كان عطش العلم يزداد في نفسه فشد الرحال إلى مدينة قم مجاوراً لقبر السيدة المعصومة وملازماً لدرس الفقيه السيد محمد الحجة الجوهجمري والمرجع الكبير السيد حسين البروجردي لمدة 2 كاملين. العقد الثالث كربلاء المقدسة في الزيارة الأربعينية دخل العراق للمرة الأولى طالب البحث الخارج ذو 21 عاما القادم من خراسان الذي سيصبح مرجع الطائفة الأعلى بعد ذلك 45 سنة. بعد زيارة جده الحسين توجه إلى النجف حيث جوار الإمام علي وأعمق حلقات البحث التي يقصدها طلاب العلم من أطراف العالم وسكن المسافر الغريب في حجرة صغيرة بمدرسة البخاراء في محلة الحويش وجد ضالته في درس أستاذين من أساتذة النجف وهما الآيتان السيد أبو القاسم الخوئي والشيخ حسين الحلي فلازمهما 10 أعوام كما حضر بحث زعيم الشيعة في عصره السيد محسن الحكيم ذلك العقد شهد صراعات سياسية كالإطاحة بالحكم الملكي وتولي عبد الكريم قاسم للحكم الجمهوري وصراعات سياسية بين الدول العربية أهمها الصراع بين قاسم وعبد الناصر وصراعات ثقافية كصعود المد الشيوعي والمواجهة الفكرية بين الحوزة العلمية والتيارات الإلحادية وينقل أن السيد ابن العشرينات قرأ في تلك الفترة 10 كتب حول الفكر الماركسي أضاف التلميذ إلى تحصيله العلمي نمطاً عالياً من الزهد وتهذيب النفس لم يعرف الشاب في حياته غير بيوت الإيجار الصغيرة تشاركه في ذلك زوجته التي غمرتها روحية زوجها وإيثاره منذ الأسبوع الأول لحياتهما الزوجية حيث طوى السيستاني سجادة البيت الوحيدة وأعطاها لصديقه الذي ينقصه الأثاث في ليلة زفافه هو الآخر تلك الزوجة هي حفيدة المرجع الأعلى في عصره نزيل سامراء السيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التمباك وكان الشيرازي أستاذاً لعالم مشهد السيد علي الجد الأدنى للسيد علي السيستاني يقول السيد في إحدى رسائله لقد وضعت سيرة كبار علمائنا الماضين كالمقدس الأردبيلي والشيخ الأنصاري والشيخ رضا الهمداني قدس الله أسرارهم على الدوام نصب عيني وكنت معتقداً بشدة أن تجنب الرفاهية في العيش ليس أمراً مختصاً بمراجع التقليد فقط بل هو كذلك أمر هام وضروري لكافة طلاب العلم بعد سنوات المثابرة عاكفاً بجوار أمير المؤمنين نال مناه وحاز مبتغاه وشهد له أساتذته ببلوغ درجة الاجتهاد
وأصبح الطالب الحسيني ذو 31 عاماً يعرف منذ اليوم الأول بآية الله السيد علي السيستاني الذي يحرم عليه تقليد غيره ويجب عليه العمل بما يراه صحيحاً بحسب الأدلة الشرعية. غوص آية الله في الأمور العلمية لم يحجبه عن متابعة الأحداث العامة. انقلب عبد السلام عارف وضباطه على قاسم وأعدموه في دار الإذاعة والتلفزيون، ولم تمر 5 سنوات حتى انقلب البعثيون على عبد الرحمن عارف. كان البلد متأثراً بصراعات الحرب الباردة بين المعسكر السوفيتي والمعسكر الأمريكي، وكل طرف يحرك أذرعه في العراق، وبدقة بالغة كان آية الله يتابع كيف تفكر الجماهير ومن يحرك الرأي العام وكيف يصاغ العقل الجمعي للمجتمع العراقي، وبدقة مماثلة كان يتابع الحرب العربية ضد الصهاينة في عام 67، والفرق بين الخطابات والمواقف الحقيقية للدول العربية. مع نبوغه العلمي كان آية الله يلقي بحثه الخارج بنوع من التجديد والربط بين العلوم الحوزوية والفكر المعاصر. ينقل بعض طلبته بأنه عند بحث مسائل البيع وخيارات فسخ العقد كان يراجع القانون الفرنسي والقانون المصري ليواكب طرح النظريات المعاصرة، وكان مقتدراً في استعراض المباني العلمية للمدارس 3 التي تربى فيها: مدرسة مشهد وشيخها الأصفهاني، ومدرسة قم وسيدها البروجردي، ومدرسة النجف وأستاذيها الخوئي والحلي. وكما قال الإمام علي: الأيام تفيد التجارب. استمرت الأحداث في العراق والعالم فتراكمت خبرة آية الله. في لبنان لعبت السياسة على وتر الطائفية فأشعلت الحرب الأهلية. شاهد السيد تلك الحرب وهي تحرق الأخضر واليابس على مدى 15 سنة. إنها نار المذهبية التي يعرف السيستاني معناها، وسيقدر له بعد 30 سنة من حرب لبنان أن يخمدها بعباءته في العراق كلما حاول السماسرة إشعالها. بنهاية هذا العقد حدث أحد أبرز المتغيرات في الشرق الأوسط بسقوط حكم الشاه محمد رضا بهلوي وإعلان الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة السيد الخميني، وسرعان ما أصبح شرطي الخليج على الضفة الأخرى من شط العرب وقامت الحرب. أمام الدعم الدولي المطلق الذي حظيت به سلطة البعث كان ثمن الاستقلال في التصرف والقرار باهظاً جداً، وكانت حوزة النجف مخيرة بين الانحناء والإفتاء على هوى الحاكم أو الاستئصال والإبادة. وعندما عجز النظام عن انتزاع كلمة مهادنة واحدة استهدف الحوزة على 3 أنحاء: أولاً نفي طاقاتها العلمية، فعمل على تسفير المئات من طلبة السيد الخوئي غير العراقيين وبعضهم من المجتهدين كالآيتين السيد محمد الروحاني والشيخ جواد التبريزي، ونال التسفير طلاب السيد السيستاني وكاد أن يناله أيضاً لأكثر من مرة. ثانياً إفراغها من قيمتها المعنوية بنشر الإشاعات والأكاذيب عن العلماء بطرق مختلفة قبل أن تظهر مواقع الإنترنت في هذا الزمان وتصبح المهمة أسهل بكثير. ثالثاً التصفية الجسدية، وعلى مدى سنوات هدمت مدارس ومساجد عريقة ونزفت دماء المجتهدين من علماء النجف، عوائل أوشكت على الإبادة وقافلة من المعذبين في قعر السجون، وجراح لا يعرف عنها جيلنا المعاصر سيكون لها مشهد عظيم في يوم القيامة. آية الله السيد علاء الدين بحر العلوم و3 من أولاده، آية الله السيد جعفر بحر العلوم مع ولديه و3 من إخوته، آية الله السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية، آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم و47 من السادة والعلويات آل الحكيم، آية الله الشيخ محمد تقي الجواهر النجفي، آية الله السيد مرتضى الخلخالي مع ولده و3 من أحفاده، آية الله السيد محمد تقي الجلال الكربلائي، آية الله الشيخ أحمد الأنصاري، آية الله السيد نصر الله المستنبط
كثيرون هم لا يعرف لهم قبر حتى اليوم. كان كل فرد منهم مشروعاً بنفسه، وما زالت الحوزة تعاني من فقدهم حتى الآن، وينتظرها عمل دؤوب لتعوض هذه الخسارة الفادحة. وبعد فشل السلطة في إخراج السيد الخوئي من صمته ومقاومته، استهدفت حياته شخصياً، ونجا بعجوبة من هجوم بالقنابل اليدوية، فألح عليه المحبون لمغادرة العراق. وكان خروج المرجع الأعلى يعني نهاية الوجود الرسمي لحوزة النجف، فقال: لن أخرج من العراق، ولن أدع أحداً يقول كانت هناك حوزة في النجف بناها الطوسي وهدمها الخوئي. أصيب السيد الخوئي بوعكة صحية، فغاب عن صلاة الجماعة في مسجد الخضراء، وخشي أن يفهم غيابه من قبل السلطة كحالة ضعف أو تراجع، أو يبادر النظام لسد الفراغ بأحد وعاظ السلاطين، فطلب من تلميذه السيستاني أن يؤم المصلين في المسجد. فامتنع السيد السيستاني زهداً بمقامات الرئاسة الدينية، إلا أن الأستاذ كرر طلبه، ومع ضرورة سد الفراغ بأسرع وقت لم يتأخر في أداء واجبه، ووقف آية الله إماماً في جامع الخضراء. العقد السابع. ما لبث صدام أن دخل في حرب جديدة بغزو الكويت، ثم قمع الانتفاضة الشعبانية، وكان لابد من حفظ الأمن وتجنب الفوضى وتنظيم أمور المجتمع. فأصدر السيد الخوئي بياناً لتشكيل لجنة تشرف على الأوضاع. سرعان ما تبدل الموقف الأمريكي، وعاد النظام ليمارس أقسى حملة انتقام جماعي شهدها العراق تحت غطاء طيران التحالف الذي كان قبل أيام قليلة يضرب آليات النظام. اعتقل السيد الخوئي وأغلب طلبته، وتعرض السيد السيستاني للتعذيب الوحشي في فندق السلام بالنجف، ثم معسكر الرزازة، ثم معتقل الرضوانية في محاولة لكسر شوكته. توفي السيد الخوئي ومنع النظام تشييعه، كما رصدت عيون أجهزة المخابرات كل ما جرى يوم دفنه، ولجأ مقلدوه إلى علماء النجف ليحددوا موقفهم، فأرجعهم كبار الفقهاء كآية الله السيد علي البهشتي وآية الله الشيخ مرتضى البروجردي إلى السيد السيستاني ذي 62 عاماً. ومع رحيل المرجعين السيد عبد الأعلى السبزواري والسيد محمد رضا القلبايقاني، اتسعت رقعة مقلديه بشكل أوسع، وشعرت السلطة بضرورة فصل مرجع النجف الجديد عن الجماهير، فأغلقت مسجد الخضراء بالقوة. وبوفاة المرجعين الشيخ محمد علي الآراكي والسيد محمد الروحاني، أصبح بقية أسلاف العلم السيد السيستاني مرجع الطائفة وزعيم الشيعة في العالم. في العام التالي كانت للنظام عدة مخططات للقضاء عليه، كما كشفت وثائق جهاز المخابرات فيما بعد، ونفذ أحدها بمحاولة اغتيال راح ضحيتها أحد العاملين في مكتب السيد. وكما حصل مع أستاذه الخوئي، فقد اقترح عليه بعض المحبين أن يغادر العراق، وكان الجواب هو الجواب: مصيرنا من مصير العراق. وهكذا بقي رهين داره حتى سقوط النظام.